النهارده احنا عقدنا المؤتمر عشان ندعم الدستور المصري ونعلن عن استئناف جولتنا الميدانيه بالمحافظات لدعم الدستور، نعلن عن تخطينا للرقم المعلن عنه باقامه 360 مؤتمرا شعبيا في المحافظات، شعبيا وثقافيا حول الدستور وحول دعم فكره التصويت بنعم. النهارده وصلنا الى ما يقرب من 240 مؤتمرا في الفتره الوجيزه التي مضت، وهذا يعني انجازا سواء في القاهره او في المحافظات الابلي والبحري. النهارده ايضا احنا بنعبر عن راي المصريين في الشارع بكراهيتهم لهذا الارهاب اللعين ومواجهتهم لهذا الارهاب وتوحدهم في مواجهه الارهاب الذي يعتبر دخيلا على الشعب المصري والذي يعتبر ايضا معبرا عن هويه مرتكبيه. هؤلاء الدخلاء المجرمين الذين يرتكبون يوما بعد يوم جرائم في حق الشعب المصري يتوعدهم الشعب المصري بالخلاص منهم وفي اقرب فرصه. الشعب المصري اليوم يعلن انه لا توقف لخريطه الطريق، وان الشعب المصري ماضي في استقرار البلاد وفي استمرار تنفيذ خريطه الطريق حتى يومي 14 و15، سوف يكون نسبه التصويت فيهم تصل الى اعلى نسبه تصويت في الدساتير الماضيه. أثق أن الشعب المصري سوف يكون له قوة وردع لكل المحاولات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار. الشعب المصري اليوم زاد سرابة بتلك المحاولات اليائسة من أجل وقف الدستور ووقف التصويت عليه. أعتقد أن ما نعلن عنه اليوم هو الاستمرار في الدستور والمواجهة لكل محاولات الإرهاب القادمة. حضرتك دعوة الحشد الإخوان المسلمين يومي 14 و15 المقبلين لإفشال الدستور، هي دعوات فاشلة لأنهم ليس لديهم حشد. إذا كان لديهم حشد أين هم في خلال الأيام؟ كل ما نتلقاه منهم هو تهديدات واهية أو أخبار كاذبة أو يعني تفخيم في أمور في منتهى التفاهة. أعتقد أنهم يعني يحاولون وفهم في الرمق الأخير أن يجعلوا من أنفسهم وجودا وأن يوحوا للجميع أنهم قوة، وهذا غير حقيقي على الإطلاق.